تحياتي لكم أينما تكونون. يعني من زمان ما طلعت الشمس في مدينة قراص، الحمد لله وشكر. اليوم يعني الشمس تشرق بقوة على مدينة قراص، والطبيعة حلوة وجذابة، ونهر المور ما شاء الله يتدفق بمياهه الجارية. هذا منظر لشلوس بيرك، اليوم راح يساعدون ناس هواية أكيد. خلونا ننتقل إلى الصفحة الثانية، فمنظر بعد أحلى. هاي الجزيرة الاصطناعية اللي يعني تم بنوها في عام 2002، وانا شاهد على عملية البناء. خلونا ننتقل على الصفحة الثانية من الجسر، اللي هي ميدان ماريا هيلف بلاتس، وأكو معرض للمنتوجات الغذائية الإيطالية. هذا ميدان ماريا هيلف بلاتس، وهذا المعرض يقام يعني كل سنة في هذا الشهر تقريبا للمنتوجات الغذائية الإيطالية. وهذه المنتوجات يعني مرغوبة في النمسا بكثرة، لكون يعني النمسا جارة مع إيطاليا، لذلك فتبادل المنتوجات يعني معروف عند الناس سواء كان في إيطاليا أو في النمسا لمنتوجات البلدين. طبعا المنتوجات يعني ممكن تتكون من الفورست، سجق، الجبنة بشكل خاص، اللحوم، المشروبات الكحولية، الواين. هلو دانك دانكشن دانك في هايس ديزي كيزة بارميزان فور يرس بارميزان بارميزان دانك دانك. هاي الجبنة اسمها بارميزان، اللي عادة ما توضع على الشباغيتي بولونيز. منتجات يعني غذائية متنوعة، جبن بأشكاله الأنواع مختلفة. دال في خان شتوك بيته تانكا. الزيتون على الطريقة الإيطالية ترشي. شوفوا حجم الزيتون يعني حيل كبير.
ننتقل إلى الجانب الآخر، هذا الكشك مع الحلويات، ونلقي نظرة على الحلويات الإيطالية. طبعا العمال هنا يعني إيطاليين، ولكن ممكن يعني أن يتكلم اللغة الألمانية. لا يحكي بالألماني، ولكن يعني شوية بصعوبة. لا طلع يحكي انجليزي. هاي الساندويتشات الايطاليه المشهوره طبعا بالجبنه، شوفوها، وسلامي، سجا، بيتزا. ثانكس. نو كاميرا. اوكي. اوكي. ثانك يو. بالبدايه ما قبلت بعدين. ثانك يو. اوه سوبر. ثانك يو. قطني قطعة بسكويت أول مرة حشتني، بعدين صالحت وياها. معرض الجنة الإيطالية. دباين بعد ما أكل. Bonjour monsieur, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Et toi? Ouais, ça va aussi. Vous voulez un petit fromage? Oui. Et une pièce de fromage, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Je parle français. Hello. Et donc, nous avons ce film. اليوم بهذه الشمس المشرقة، وهذا شلوس بيرك نقربه عليكم. إذن تحياتي للجميع.